يلا ابدا. اليوم تناولنا فعالية جميلة وأقمناها إحنا طلبة الهندسة الميكانيكية، تناولنا فيها بعض العروض التقديمية. مثال على ذلك أنه أنا الموضوع أخذت أنا وزميلي موضوع أطال محرك السيارات، وإحنا نطمح بهذا العرض التقديمي وهذه الفعالية أن نطور من مهاراتنا إن شاء الله في هذا الكورس للكورس الثاني تحت إشراف الدكاترة وتعاونهم إن شاء الله. المرحلة الثانية الهندسة الميكانيك في جامعة واسط. اليوم كان لدينا برزنتيشن في موضوع مقاومة المواد، فيقوم بذلك الدكتور حسن حسين رزاق، حيث طلب من كل من الطالبين يقوم بتقديم موضوع عن بعض الفعاليات الهندسية. فمثلا أنا أحد الطلاب اخترت موضوع الجسور، اخترت موضوع الجسور ثم موضوع شيق وجميل. فمثلا أخذت موضوع جسر الجولدن جيت اللي هو جسر يقع في الولايات المتحدة، كون هذا الجسر جسر مميز حيث يبلغ طول أكثر من 2 كيلومتر وتم إنشاؤه قبل أكثر من 100 سنة ولا زال موجود إلى اليوم، ويعتبر من أفضل الجسور وأطولها. ما يميز هذا الجسر هو الكيبلات المستخدمة فيه، حيث تم استخدام كيبلين قطر الواحد تقريبا 1 متر، قطر الكيبل الواحد وطوله أكثر من 2 متر من المعدن، حيث يبلغ وزن الكيبل الواحد أكثر من 22,000 طن. فلو فرضنا عن سبب اختيار هذا القطر الكبير بالنسبة للكيبل لكي يكون الجسر يعني يتحمل الزلازل والأحمال المسلطة عليه، فهذا الجسر يتحمل كنسبة هندسية، لأن عندنا مثلا قوة تحمل الستيل هي 400 ميجا باسكال، فلو قمنا بضربها بالمساحة هي تقريبا متر، عطنا عندنا قدرة تحمل هذا الجسر هي 54,000 طن. يعني كتقدير يعني تحمل وزن 100 سيارة بطول 100 كيلومتر، سيارات هذا الكيبل واحد قادر على تحملها، فهذا أرقام كبيرة وهي يعني مهمة في التصميم، لأن الجسور عليها أوزان ممكن تكون ثقيلة أو يعني بعض الكوارث لا سمح الله مثل الأعاصير والزلازل، فذلك يتم أخذ هذا السيفتي فاكتور عامل السلامة بنظر الاحتفال. أول شيء نشكر الدكتور حسين على هذا الحصة. اليوم أخذنا بروستيشن، وبروستيشن توجد كثير من أجهزة القياس بالهندسة، ولكن أما عن اختصاص ميكانيكي اختصاصنا قسم ميكانيكي أجهزة القياس. أجهزة القياس أول أجهزة قياس أخذناه الاستطالة، قياس الاستطالة. قياس الاستطالة كل ما زاد البعد والمسافة أي أن تكون وحدتها بالسنتيمتر، وقياس ثاني قياس القوة تكون وحدتها بنيوتن أو الرطب، وتكون نوعين ميكانيكي ورقمي، والميكانيكي يسمى بسلابرا. ثانيا جامعة واسط قسم الهندسة الميكانيكية، يوم سوينا بحث تخرج حول اسطوانات الغاز الأكسجين، تكلمنا حول مكونات الاسطوانات و تصنيع الاسطوانات وتعريف الاسطوانة. هو كان يرجع تاريخه الى 1943 الى عالمين الفرنسيين اميل جاني وجاك كوسوف، الذي يتنفس الغواص حول بالاسطوانة حول